السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صيام يهذب السلوك. الصبر كلمة جميلة جدا جدا. الصبر في أشياء كتير جدا بتحصل في حياتنا ممكن تكون ضد الحسبان أو ضد التفكير أو ضد عدم التخطيط، ولكن الصبر مهم جدا جدا في حياتنا، وربنا وعد الصابرين بالجزاء الكبير في الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لو احنا بصينا أو نظرنا للآية دي هنلاقي أن الحل الأمثل لكل مشاكلنا هم حاجتين: الصبر والصلاة. يعني بمعنى صح، لو في هم أو في غم، في مشكلة، في أي شيء، في عندك حاجتين هم العلاج الأمثل لكل مشاكلك ولكل همومك ولكل أحزانك ولكل أوجاعك، هما الصبر والصلاة. هنلاقي أن التلازم ما بين الكلمتين الصبر والصلاة ده إعجاز في القرآن الكريم، لأن الاثنين لما تحطوا مع بعض بتبقى النتيجة مهمة جدا، بتبقى النتيجة رائعة جدا: الصبر والصلاة. يعني لو حصل أي مقرونيك اصبر، وعشان كده احنا دايما بنقول المثل يا صبر أيوب، لأن سيدنا أيوب صبر كتير جدا 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 على كل البلاء. يعني أعطاه الله كل شيء، أعطاه الله زوجة جميلة والأولاد والأموال وكل شيء، ولكن ابتلاه الله فنزع منه كل شيء، نزع منه الجمال، نزع منه الأولاد، نزع منه الصحة. تخيل كل حاجة جت معاك في يوم، اليوم الثاني كل حاجة نزعت منك، ولكنه صبر، ولما صبر آتاه الله مثل ما كان آتاه قبل ذلك وأكثر. اللهم اجعل الصبر في حياتنا، اللهم اجعلنا صابرين على مصائبنا وبلايانا وأحزاننا وأوجاعنا وأسقامنا وأمراضنا. اللهم اجعلنا صابرين في الدنيا ونتأمل منك الجزاء الأوفى في الآخرة. اللهم اكتبنا مع الصابرين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.